3-0 لعبها كده. والله عبد الله لو نزل يا جماعه كان يفرق فين. اسلام اسلام يا ابن اللعيبه اسلام، هدف يا جماعه انا ما شفتهاش. اسلام زيدان يا جماعه خلي عينكم عليه، لعيب محترم و شرعان بركات واسكت مرة. ايوه ماتش كويس اسلام زيدان يا جماعه، قال لك النهارده لعيب كويس انا قلت لكم خلي عينكم عليه، وقلت ان هيسمع المعنى خلي عينكم عليه خلي عينكم عليه، يعني العبوا على الراجل اللي بيلعب الفرقه. انا عمال اقول لكم الاول خلي عينكم على اسلام، وما زال سايبين اسلام. يبقى اصبحت 4-0 لكن عبد الله تغيير تغيير تغيير. انزل مسلم انزل مسلم انت مغلوب تغيير تغيير كابتن شقة هاكسن دي عمل تغيير تغيير غريب شقة و باشا ويسع عبد الله نازل والله كان هيفرق يا جماعة. شاف الجمهور كده حلو والله يا جماعة، لسه بكلمكم الجمهور كده تعاطف مع عبد الله، عنده روح يا جماعة في الملعب. عبد الله عنده روح، كان نفسه يبدا في الملعب يلعب في الكوره. عبد الله بيلعب في الكوره والله، لو نزل عبد الله وفيه في الاول كان هيفرق، ولكن تغيير غريب. ماشي كده زي الجواب راح لفين؟ بيلعبها طويله كده وهي تطلع يمين وتطلع ضربه مرمى لصالح من على اليسار. نزلت النتيجه 4-0 لصالح فريق زي الجيران. طويله يا علي هشام، هشام بيلعب لا هيثم وهيثم اي حاجه كده تطلع رمي التماس من الناحيه الثانيه. لا زوج اسلام 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 لا برافو هشام كده قطع رمي التماس من ناحيه اليمين لصالح. بالرجل يا كابتن بالرجل رمي التماس الهدف. لسه بتكلم والهدف الخامس لصالح فريق زوج الكرام. اصبحت النتيجه 5-0. لو انت كده كنت بتشارك كوبايه الشاي يا كابتن كريم ولا نسول يا حماصه ابو محمد. نعرف الناس كلها النتيجه 5-0 لصالح زي الجيران. عبد الله والله يا جماعه عنده روح بس نزل متاخر. يلا عبد الله يلا عبد الله لعب السبع والسبع بيرن سبع. يلا سبع سبع يبدا يلعب لشيف وراجل يلعبها بخدمه كده حلو يتبع هيدور على اسلام. والله برافو انت هشام 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 مع بقى شريف 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 ماشي عايز يزرع عبد الله كده والراجل بتجي للسبع سبع عايز يزرع عايز يزرع ولا ايه؟ برافو هيثم يا بقى شريف عايز يزرع سبع ولا ايه؟ يا راجل يا راجل في عبد الله والسبع بره شريف ومش اسلام. خطر الاسلام خطر الاسلام كابتن عبد الله كابتن عبد الله خلي بالك من اسلام يا كابتن عبد الله لسه بقول لكم ازاي بتحرك لعيب كويس ان شاء الله يرمي تجيله. ماشي ازاي كده جماعه اللي بيطلع بالملعب ما بينزلش واحنا عارفين كده من اول البطوله. تغيير عندنا ثلاث تغييرات واللي بيطلع ما بينزلش. المره دي ما يعرف التواصل يا حبايبي. ايه ده شويه كده كابتن احمد كده حاول اسلام اسلام بوبر كده يا جماعة هدف عكسي نتيجة بتفكرنا بإيه؟ 6-0 6-0 لصالح فريق زي الجيران. اسلام بيلعبها كده تضرب في المدافع ومش هيثم هيثم الشيخ وبرافو اسلام اسلام يا جماعة ما بيحصلش وتروح كده لا الباب الشمال لسه نازل سند على اسلام 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 كده مسلومه. لسه بقول لكم النتيجه 7-0 اول ما كل ده في رجله ما يمازال شمس. نتيجه 7-0 نتيجه تقيله نتيجه تقيله كده لصالح زي الجيران. لا كده ناوي عليها كابتن اسلام زيدان طبعا كابتن محمد شمس عليها مش عارف النتيجه شايفه متاثر هو كابتن عباس والزاويه الثانيه النتيجه 7-0 بجد من بره مش عارف حاجه
ان السيد عبد الله وفيه يبدأ من الاول، ولكن قدر الله وشفع الكابتن عبد الله عاوز الماتش الجاي وقطع زمن الاسلام. اسلام يا كابتن عبد الله، اسلام يا كابتن عبد الله، اسلام اسلام وسند كده هيعمل سند تاني والله. برافو عبد الله كده اللي عامل طفره من ساعه نزل تجيب السبع سبع الهيثم، هيثم بيلعبها تجيب الشريف شريف 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 شريف، عايزين هدف حتى يحفظ ماء الوجه. ماشي مع شريف لعبها بالسبع سبع الهيثم، هيثم اي حاجه كده لهشام هشام، وعايز يلعب هيثم تاني، ولكن عبد الله اسمعوا الاعمال بقى يا جماعه، خلاص امن المنطقه هنا وشريف وحياه عينيك من فضلك اقفل رجليك. لعيبه كده من بتاعي الجمهور واسلام اسلام اسلام يا كابتن عبد الله اسلام ماشي اسلام هلا عينك عليه واحده كده من نص الملعب، شوطه جامده شوطه جامده تروح كده لشريف شريف ويلا تعالى يا عبد الله ما تلعبش من بره يا عبد الله، تروح وعايز يلعب على هيثم تعدي كده ولكن تروح لانسان تاني اسلام عبد الله اسلام عبد الله ايه ده يا عبد الله ما ينفعش اسلام اسلام كده تروح ده الباك اليمين لسه نازل بيهدوا كده واحده ثانيه وعايز يلعبها كده لاسلام طويله كده من تمرير تطلع على التماس نتيجه 4-7-0 لصالح فريق زي الجرام. هيثم ابدا منه كده طويل اسلام اسلام لسه بقول يا جماعه 8-0 لسه بقول لكم لسه بقول لك اسلام يا كابتن عبد الله ما يتسابش لسه بقول لك اسلام ما يتسابش. اصبحت النتيجه 8-0 لصالح فريق زي الجرام مش عبد الله عبد الله بتقطع كده ولم التماس من حد ثاني لصالح السبع لم التماس سبع كده على التنفيذ سبع سبع ويسند عبد الله برافو برافو عبد الله بالعرض ولكن على سمر يروح كده لما كلمه السلاسل في نص الملعب هشام كده بيعمل فاول تكتيك كده غير اسلام 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 بيلاقي واحده ثانيه كسبان 8 سجل تاني وتالت مش مشكله واحده كده تروح لحارس المرمى روح شريف 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 ماشي طبعا عالية اهو تنقطع كده روح شريف تاني لو انت بس عايز على السبعه ولا ايه ولكن ما شاء الله اسلام 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 يلا خلي بالك عبد الله خلي بالك عبد الله و عبد الله كده برافو ما فيهاش حاجة يا كابتن أحمد غصب عنك شوف عبد الله يا جماعة ألف سلامة يا كابتن عبد الله كابتن إسلام ان شاء الله خير يا كابتن عبد الله معلش كابتن عبد الله يا جماعه نزل مش عبد الله طويله روح كده لزاويه تاني زاويه زاويه كده طويله اسلام 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 عايز العبها كده وروح عبد الله كده واحده يا جماعه شريف شريف يلا يا جماعه كابتن احمد كده